واعتداء من نوع جديد في البحرين، وهذه المرة في إحدى المدارس الخاصة بالبنات، والتي سجلت اعتداء من قبل المجنسين على الطالبات ومحاولات دهس البعض منهن. تلك الحالة لم تكن الأولى، بل أنها كانت سلسلة من الاعتداءات تؤشر تمادي السلطات وتهاونها مع تلك الشريحة. المدرسة مؤسسة تربوية يتلقى فيها الطلبة التعليم ويعيشون في أمن وأمان داخل الحرم المدرسي، أو هكذا يفترض أن تكون، إلا أن المدارس اليوم في البحرين لم تعد كذلك. فما حصل صباح هذا اليوم في مجموعة من المدارس من اعتداء على الطالبات بالضرب والشتم والدهس من قبل مجنسين يعطي صورة واضحة عن وضع المؤسسة التعليمية في البحرين، حيث تلقى أهالي الطالبات في مدرسة سار الثانوية للبنات اتصالات استغاثة بعد أن هجم مجموعة من المجنسين من خارج المدرسة على الطالبات وبإشراف مديرة المدرسة التي سمحت لهم بالدخول. جاءوا وجلس عدوا على الفراغ بنات ضربوهم. المديرة قامت تسوت خلت السنة كلهم والجلس كلهم خلتهم بحجرتها وحجرة المساعد رقم واحد. فبعدهم بدوا يعتدون علينا، بدوا بالضرب، بدوا يسفون، وبدوا يسوون ذا كله، حتى لدرجة انه ولا امر شاك سير وقام يضرب مربعة، يعني عصا طويلة، كما قامت إحدى المجنسات بمحاولة دهس مجموعة من الطالبات بسيارتها خارج المدرسة، مما أدى إلى نقلهم إلى المستشفى فورا. يجي واحد يتهون عليه نفسه ولي أمر يحمل العقال ويضرب البنات وبعدين يمد يده عليهم يلمسهم، ولي أمر ورجل مو صغير في السن، تراه كبير في السن فوق 50. وقد عانت المدرسة مسبقا من المديرة التي قدمت بلاغا خاطئا لوزارة التربية عن عاملات المقصف المدرسي اتهمتهم بالاعتداء على طالبات مجنسات في المدرسة، وقد تم فصلهم عن الوظيفة من غير تحقيق في الأمر. طردوها وتعدوا عليها وهي بتخالي وبتخالي الثانية، ليش أفضل 80 دينار تستلم وزوجها ضرير ما يجوه، لا شغل ولا شيء، عندها أولاد 3 أولاد، يعني وين هذا الظلم؟ ليش يعتدون عليهم وليش يشوفون سمعتهم؟ ما حصل اليوم هو جزء من اشتباكات عديدة تحصل في البحرين في عدة مناطق تحت شعار الطائفية، إلا أن الواقع يقول إن ما يحصل هو اعتداء من قبل مجنسين ولا علاقة للطائفية كما يروج.